السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، صحه، لاباس، كلشي مزيان. كما تتشاهدوا انا غادي مع الصديق ديالي شعيب باش ناخذوا ليه واحد الفيز ان شاء الله، واحد السيباراسيون، ونصوبوا ليه بحال الفيديو اللي صورتو ديك النهار. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم، غادي نعد الصديق اللي كناخذوا عنده القفوزه وداكشي، الاخ انوار اللي درت ليه ديك النهار فيديو، وان شاء الله نصوروا ليه شنو عنده البدله والقفوزه وداكشي. خليكم معنا، تابعوا الفيديو حتى الاخر، وغيكون فيديو شيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. شي كلمه سي شعيب للمتابعين، لايك وبارطاجي الفيديو مع الدراري صحاب، الله يحفظك، بارطاج اهم حاجه الدراري، الله يحفظك، شكرا. يلا تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الخوت كما كتشاهدوا حنا غادي عند الأخ أنوار، كنا وعدنا باش نصابوا ليه فيديو في المحل، وهذه مناسبة مع الأخ شعيب، باغي واحد السيباراسيو وإن شاء الله حنا غادي عنده وغادي نديروا واحد الفيديو. وبالمناسبة الصوت ديالي راه شوية حيت كنت عيان هذه يومين، هذه ضربني البرد. وهانتوما الإخوان، ها المحل ها هو، الله يبارك. حنا يلاه نزلنا من الطاكسي دابا، على بركة الله، هو المحل الإخوان. على بركة الله، بسم الله، الدخلة ديال المحل مشاهدي الكرام، تبارك الله، هادشي ولا زوين. السلام عليكم، كي داير الاخ؟ بخير، صحة لاباس؟ ما كاينش انوار؟ لا ما كاينش. ياك فين مشى؟ تبارك الله، تبارك الله، المحل راه ولا زوين، تبارك الله. درتوا عليه شي تغييرات زوينين، الله يبارك، ما شاء الله. بالنسبة للحوت حيدتوه من هنايا ودرتوا ليه؟ اه درنا زعما الكواريوم جداد، تبارك الله، هادشي زوين، بواسون روج كبيرة، تبارك الله. الكيبي الله يبارك، داكشي ممتاز. الروكان الله يسخر. الغلالة حتى هي راه كاينه، الحالة زوج تفاحي، بواسون روج، وداكشي نقي، تبارك الله، الما نقي، داكشي كلير، تبارك الله، الله يسخر. القفوزة سيباراسيو كلشي موجود، كلشي كاين، تبارك الله، الله يبارك. القفيزات ما شاء الله. وعرفتي اش جينا اليوم؟ ما شاء الله، راه جينا ناخذ عندك واحد جوج صنيديقات من هذوك ديال البيروج، وواحد سيباراسيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للماكله الله يبارك، داكشي نقي ممتاز، هادشي ولا زوين، كان من هنايا ورديتوه هنايا، داكشي ولا عاطي المنظر، الله يسخر. بالنسبه للحبوب طلعوا شويه في الثمن اخي، شنو الماكله؟ اشرف شرفي، وشحال دايره الدره؟ الدره 7.5، 7.5، تبارك الله، هذه بلديه. رومية ستونس، وهاد الروز 8 دراهم، وهذيك راه ممتاز. ممتاز. والشعير، الشعير، الشعير 6 دراهم. سي كريم هذا العادي ماشي ديباراج، شحال داير هذا؟ 6 دراهم. 6 دراهم، كندير غير 4 دراهم. طلع شي شويه. هذا كيكون داير شي 7 دراهم. هذا 7 دراهم كيلو. هذا الثمن، وصلنا كل الجزائر سبحان الله العظيم. الدرا البيضاء، الدرا حمراء. الزريعه، الزريعه، الزهنه، الروز مقشور، الروز ديال الحمام عندنا ديال 6 7 8 6 7 8 يعني 8 فيها كلشي. الله يسخر، القمح نقي، شي حاجه، الله يبارك، الله يسخر. نيجير، شاردو ماري، ديك كلشي كاين، زريع الكتان، زريع الخيف، الخرطان، الشيه، زريع اللف، زريع الكيف، زريع الكتان، وزغيبه كلشي كاين، الله يسخر. زوين، شحال واصل دابا الثمن ديالها؟ زوين، كندا 20 درهم، 20 درهم ديال كندا، شي حاجة مزيانة، تبارك الله، ديال البلاد ما عندكش، ديال البلاد ما عندكش، ديال البلاد شوية شوية موسخة، شوية شي حاجة اللي مزيانة. التخليطة شحال دايرة هذيك ديال كيكي هذيك؟ وي ديال كيكي هذي 18 درهم الكيلو، 18 درهم، ديال بيروس 17 درهم، 17 درهم، شي حاجة مزيانة تاهي، فيها البشنة حمراء وبيضاء، تبارك الله، زوينة. والبشنة شحال دايرة بوحدها؟ البشنة 13، 13 زادت شوية سبحان الله العظيم، زادت بزاف. وهذا الماكلة ديال كالوبسات؟ كالوبسات 18 درهم، 18 درهم. كاينة التخليطة خروية ديال المقنين، مانيطوبا، مانيطوبا وي، شحال دايره؟ 50 درهم الكيلو، 50 درهم، وراه الثمن زوين، باقا في الثمن ديالها، الثمن اللي الطويرات تبارك الله حتى هما راه مزيانين، كلشي كاين، طفي داك الضو، صافي مزيان، الضو ما تيخليش الصورة مزيانة، تبارك الله، الطويرات تا هما زوينين، كنار، كاين طويرات ديال الكنار، ليموني، تبارك الله، هذا مطربيش، الله يسخر، ديامون،
البيروج هاد انتوالي غنديها لك. مرحبا. غادي نديها لهاد الصديق ديالي بغا كالو بزاف ان شاء الله. هاد شي حاجه لاتينو عين حمراء ان شاء الله. مرحبا. تبارك الله هادشي زوين الله يبارك. راه دخلت ليها زوينه تبارك الله. مزال ان شاء الله الماكله ديال القطوط الماكله ديال الكلاب الرمله الله يسخر الله يسخر. الصديقات ديال المشاش ديال القطيطات الناس اللي كيبغوا القطيطات هذا اللي بغى يخرجوا منها كاين شي حاجه ديال الطار كاين شي حاجه زوينه هذه ديال التربيه فيها بلاصه اللي فيها بلاصه الرمله بلاصه فين يباتوا تبارك الله كاين عاوتاني كاين الماكله ديال الماكله ديال مزيانه شي حاجه تروبيكال الله يسخر شي حاجه انا كناخذ واحد الماكله رقيقه ديك حبوب نشوف الى باقي كاين كاين تاهو كلشي عندنا هو هذا مزيان كناخذ هذا ولا الرقيق ديالو ها مشاهدين الكرام هذا هو الماكله اللي كناخذ الاسماك ديالي وكتسولوني عليها هي كاينه عند الدري هنايا انور كاين بلاصتو كاين هاد الدري اشرف هو تيكون خارج مرحبا الله يبارك فيك شوف السيد هو الاول شنو خاصو عاد كمل معايا كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام راه كلشي موجود تبارك الله الماكله زوينه نقيه بالنسبه للاسماك حتى هما راه دار شي حاجه زوينه بالنسبه للديبي الروكان البواسون روج وانا هادشي اللي دخل دابا حيت اصلا السمعه قليله شي شويه في الصوت وداك الشيء راه كتشوفوا نقي تبارك الله الماء نقي ما كاين لا مرض لا والو كاينه حتى البلاط نهائيه الله يسخر اللهم بارك داك الشيء راه زوين تبارك الله ماكله جديده واسماك جديده كلشي زوين ونتمنوا للمشاهدين الكرام اللي بارطاجيو هذا الفيديو وتفاعلوا معاه باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين واللي بغى شي حاجه يجي مرحبا خليكم النمرة ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف خويا هذا هو السيباراسي الجزائري عطينا الله يحفظك واحد جوج صناديقات الله يسهل عليك من هذوك راه هما الله يسهل عليك هذه ديال البيروج هذو فيهم الخشبه ولا فيهم البانيو لا عندهم ديال العود ديال العود ديال العود صافي ماشي مشكل قدي جوج حيد حتى هو باغي ديال العود نيت زيدنا واحد اخر ما يسهل عليه الجو هذا كيصلح الفريقات تدفاو فيه صافي كنقلب ليا هذا راه دير ليا واحد يسري واحد يمني حيد هذا على حساب الدخله ديال الطيور ماشي هذاك غطلع الفوق وقيله غطلع الفوق الله يسخر داكشي تبارك الله ممتاز اللهم بارك عندك يطيح لك غير شويه شوف الثقبه من تما هو هذاك صافي جيب هو هذا بالنسبه اللي بغى يشري جوج قفوزه ويديرهم في سيباراسيو واحد خاصو يختار بالنسبه لهاد الثقبات هادو تكون وحده يمنيه وحده يسريه حيت الا جبتيهم مخالفين ما غاديش يركب لك القفز بحال هكا بحال هاد الشكل هذا كما وريتكم في الفيديو اللي قبل هذا كيلصق من هنايا والاخر كيلصق من الجهه الاخرى صافي وكتقسمو على جوج كدير فيه جوج كوبلات الله يبارك خويا تشد لينا هاد المتيوه هادي حتى هي ان شاء الله اجي شو عيب اجي شو بغيتي هادي ياك راه نقلبها بسم الله تبارك الله ناضي شوف لي ايوا راه حنا بغينا نشوفوك ماشي بغيناك تعضينا صافي الله يسخر نتلاقى هنا نيت في سيباراسيو ديجا ترتاحوا باش ندير لها شي كريبين ديالها نديروا لها كرطونه احسن باش ما تخلاش من داك الصف شوف اش داير لي العضان شوف هادشي كلي غنحسبوه لك هاد العضان كامل غتخلصو مرحبا هذا راه غتهرب منه لا غتهرب لا ما تهربش على حسابك حسابي يلا خشيها في السوق فراسي باش انا هربت الفراسه لداخل باش تحنا نقاول الباك قاول البدايات وانت اخي شوعي تقول ما خدامنيش معاك لو خا راني عيان شي شويه راني خدام معاك ومرحبا بالجميع اللي بغى شي حاجه يتصل بيا مرحبا بكم بغيتو نجيبكم عند الاخ بغيتو نمشيو للقريعه في ما بغيتو نمشيو مرحبا بكم يعني المركوب على حسابكم صافي الله يسخر خويا يلا تنتشوفوا ملي غادي ان شاء الله يلا تنتلاقاو ان شاء الله ملي غنمشيو نصاوبو سيباراسيون ريغلوه وعاد نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم ها الاخوان احنا شرينا الصنيديق السيبقات الاخوان حنا شرينا السيبقات شرينا السيباراسيون وحضرنا حتى العظم ديال السيبيا وحنا غاديين دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا لكم الفيديو
الاخوان بعد ما جينا من عند انوار مول المحل كما قلت لكم وريتكم في الطريق راني خديت المسائل وداك الشيء وكما شاهدتوا معنا راني في المحل ديالي الله يسخر وانا غادي نوريكم القفز كيفاش دارت لي راني صاوبته وقاديته باش ما نطولش عليكم الفيديو واللي بغى يعرف كيفاش قاديته نحط لكم ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف نوريكم الطريقه كيفاش صاوبته راه صاوبت واحد اخر قفز واحد اخر ودرت ليه فيديو وغنخليكم في صندوق الوصف باش تعرفوا الطريقه ان شاء الله الرحمن الرحيم ودابا غنوريكم الشكل النهائي ديال القفز ان شاء الله كيفاش ولا نوريكم حتى ديك المشيوه اللي شريتها وجبت ليها الكيار معايا وانا غنلاقيهم ان شاء الله نوريكم الطريقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاخوان كما شاهدتوا معنا تبارك الله ها هو السيباراسيون اللي قلتو ودرت ليه حتى رقمته هذا راه الرقم واحد وهذا الرقم جوج والسيباراسيون الاخرين اللي عنده راه عنده سيباراسيون اخر ها هو رقم ثلاثه وها رقم اربعه والاخرين راه غيرقمهم براسو. المهم نوريكم ها هو المجير درت ليه العمليه كما في الفيديو الاخر وان شاء الله راه غادي تلقاو الفيديو في صندوق الوصف وغتفرجوا الطريقه كامله وكما شاهدتوا راني ثبتته مزيان الله يسخر وها الاخر حتى هو وها الصنيديقه ها هي راه باقا ما صاوبتش ليها اللعيبه ديالها ها هي حطيتها هنايا راه قلت لكم علاش درت هذه في الفيديو الاخر دخلوا تفرجوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وانا غرست المشاهدين الكرام سالينا من هذا الشيء هذا الكرافوز هذا وسالينا من هذا السكوتش المقيس دابا غنجي الدور ديال الفريفات. المشاهدين الكرام ها هي النتيوه اللي شريناها مع عند السيد اللي قلت لي هذه راه غنديها وها هو الدكير اللي جبت ليها دكير خضر تبارك الله وفات الراس ديالو صفر وانا غادي نخشيهم مع بعضياتهم وان شاء الله اللي بغى يدير فريخات يخشيهم مع بعضياتهم باش يتزاوجوا ما يدامزهم والو كتشدهم كتخشيهم بجوج قفص جديد ما تكونش نتوا محتل البلاصه ولا الذكر محتل البلاصه حيت غندخل عليه اخرى يقدروا يدامزوا شي حاجه كندخلو بجوج كيتراوبوا بجوج في دقه واحده ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا بسم الله. ها الاسماك مشاهدينا الكرام ها هما ان شاء الله راه غنصاوب هذا الفيديو راه واحد الصديق ديالي راه بغاه البارح تفاهمت انا وياه عليه وان شاء الله راه غادي نركب ديال البوله راه ما فيش البوله كيبان لكم اللون ديالو بحال مظلم ولكن غير الضو ما فيهش انا غنريقلو غندير لكم فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله ها هي الانثى ديالنا الله يسخر تبارك الله ما شاء الله راه حطيتها في هذا القفيز بين صوت لها سيباراسيون بسم الله اي 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 تبارك الله اللهم بارك نتيوا زويونه بسم الله على بركه الله الله يسخر تبارك الله بسم الله ناخذ الدكير حتى هو بسم الله هذا الاصل هذا راه كيعض والله يستر مع الله يحفظ ها هو حكمته الحمد لله بسم الله ها انتم مشاهدي الكرام راني في ازرق وبالنسبه للعين ها هي واجده الشو كما كتشاهدوا تبارك الله وراه باقي صغير راه ما شارف ما والو هاد الفيراس ديالو كما كتشاهدوا راه صغيورين هذا راه ولد العام اللي فات هذا وبالنسبه تبارك الله نقي ما مريض ما والو الكريشه ديالو زوينه الريش ديالو مزيان مخير تبارك الله دابا غنطلقوا مع الانثى الله يسخر الله يجيب تيسير بسم الله على بركة الله وراه غيدي ان شاء الله السي شعيب اللي وريتكم في بداية الفيديو راه عنده جوج اخرى غيديرها هنايا في هاد البلاصة هادي وغيعلقهم والله يسخر الله يجيب التيسير اللهم بارك. مشاهدينا الكرام هذا هو نهاية الفيديو ديال اليوم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.